إذن صلاح الدين السعيدي إحنا يالله جددنا معه، وتتعرف العروض اللي طالت على صلاح الدين السعيدي من السعودية ومن الإمارات، واليوم إلا أن غادي نعود نقول لك واحد المفاجأة من جديد. صلاح الدين السعيدي هو اللي قرر أنه ما يبتعدش على الوداد لسبب بسيط، قال لك ما يمكنش نتخلى على الفريق ديالي في هذا الوقت اللي احنا خدمنا من أجل هذا عصبة الأبطال، احنا غادي نبقاو نشوف المشوار، احنا مستعدين أن نتمو، لا هو لا أنجم لا بقية لاعبين.